ما زال صراع المكونات الثلاثة الرئيسية العرب والتركمان والأكراد المتواصل في محافظة التأميم يلقي بظلاله الثقيلة على أوضاع المحافظة الغنية بالنفط. جديد هذا الصراع الذي تنام مؤخراً مع سعي قوات البشمركة الكردية الحثيث للسيطرة على المحافظة ما كشف عنه النائب التركماني السابق محمد البياتي. والذي قال أن تصرفات وتصريحات بعض قيادات الأحزاب الكردية شديدة اللهجة والتي أفادت بأن التأميم محتلة من الحكومة ببغداد تصب الزيت على النار كذلك اتهم البيات البشمرجة بالتفجيرات الأخيرة وحرائق البساتين في مدينة كركوك بقوله إن التفجيرات والحرائق تقف خلفها جهات أخرى وليس تنظيم الدولة في إشارة منه إلى قوات البشمرجة. كذلك كشفت مصادر حكومية عن وجود حراك واسع صار واضحا بعد إقالة قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري مطلع الشهر الجاري من عدة أطراف داخل مجلس محافظة نينوى وفي أربيلة يهدف لإعادة نشر قوات من البشمرقة في مناطق توصف عادة بالمتنازع عليها ضمن حدود المحافظة منها بلدات أطراف الموصل كسنجارة وزمارة ومخمور والحمدانية وقرى سهل نينوى المصادر أكدت أن مسؤولين من الأكراد بشروا ضغوطا داخل مجلس محافظة نينوى وعلى المحافظ الجديد منصور المرعيد بهدف التمهيد لاتفاق يقضي بإعادة البشمرقة كقوة مشاركة في ملف الأمن بعدة مدن من المحافظة حدودية مع كردستان العراق وأخرى بمحيط الموصل كذلك أكدت المصادر أن هذه الضغوط بدت أكثر جدية خلال الأيام القليلة الماضية وتزامنت مع هجمات نسبت لتنظيم الدولة استهدفت قرى وقصبات قرب سنجارة وربيع غربي نينوى ما كشفت عنه المصادر الحكومية أكدته تصريحات نائب محافظة نينوى سيرويان روزبياني وهو من الكتلة الكردية والتي قال فيها أن تحركات تنظيم الدولة في المحافظة والتي تضاعفت مؤخرا بحسب ادعائه جاءت بسبب نقص القوات الأمنية والعسكرية في مركز المدينة ومناطق سنجارة والحدود السورية ما حدا به إلى الدعوة لتشكيل قوة مشتركة من القوات الحكومية والبشمركة قال إنها لحماية نينوى ومحيطها مخاوف سياسية وشعبية حقيقية من صفقه سياسيه كبيره في محافظه نينوى يقال ان اولى خطواتها قبول تصويت النواب الاكراد لصالح المرعيد محافظا واقاله قائد عمليات نينوى نجم الجبوري فهل يكشف المستقبل القريب عن خطوات اخرى او صفقات اخرى تؤجج او تخمد الصراع على هذه المناطق التي تؤكد اطراف بعينها دائما انها متنازع عليها